الطاقة الإنتاجية في لهذا المركب هو حاليا يعني انطلاق خط الإنتاج، يعني هو يعني بحوالي 70 سيارة يوميا كمرحلة يعني أولية، يعني في حدود المادة المتوفرة يعني اللي هي 3244 سيارة من نوع أكسنت، ولكن يعني الطاقة الإجمالية للإنتاج لسبع خطوط إنتاج هي حوالي 70,000 سيارة سنويا كحد أدنى يعني. وهناك وحدة أخرى يعني في دائرة فرندا مختصة في صناعة يعني السيارات النفعية من الحجم المتوسط اللي هي أرسون، الطاقة الإنتاجية تاعها حوالي 30,000 سيارة، يعني بالمجموع يعني بين مركب تيارت يعني والوحدة تاع فرندا يعني حوالي 100,000 سيارة كحد أدنى، يعني في انتظار يعني تطوير الطاقة الإنتاجية اللي ربما يعني تفوت الحدود هذه يعني، ولكم واسع النظر في الأثر يعني على الاقتصاد وعلى سوق السيارات والأثر الاجتماعي لهذا الانطلاق.